محمد زهران، قناة سي بي سي. يعني مدينة العلمين أصبحت بالفعل يعني جوهرة تاج البحر الأبيض المتوسط، مش ده كلامنا إحنا إن المدينة أصبحت أيقونة عالمية. بدينا نشوف في الميديا العالمية والصحافة العالمية الناس بتتكلم عن مدينة العلمين وإزاي إن هي قدرت تعمل خليط ومزيج ما بين إن هي تكون مدينة سكنية وفي نفس التوقيت مدينة سياحية. كيف يمكن توظيف هذا الزخم الكبير لهذه المدينة من أجل التسويق بشكل أفضل سياحيا أو حتى استثماريا؟ شكرا جزيلا. سؤال مهم جدا وهو جوابه واحد فقط، التخطيط. لازم يكون عندنا مخطط لمدينة العلمين السنة الجاية هنعمل ايه. العمري بيتكلم دلوقتي على السنة الجاية في خطة. انا عايز العلمين تبقى ايه؟ عايز العلمين تبقى مقصد شتوي ولا مقصد صيفي ولا مدينة يتعاش فيها طول الوقت؟ هل انا لازم ادي امتيازات معينة؟ هل انا لازم اعمل تنشيط معين؟ هل 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 بتصور هيجي وقت بس بعد ما تكتمل الإنشاءات شوية ويكون في عندنا منتج قابل للتسويق بشكل كبير. يعني احنا النهاردة بنتكلم على مضاعفة الطاقة الفندقية، انا بتكلم من ناحية السياحة واللي هو الإيجار المؤقت والشقق الفندقية والحاجات اللي زي كده، علشان نقدر يكون عندنا منتج يجيله بقى تشارترز من بره ويجيله نقدر نسوقه بأعداد كبيرة. انما النهاردة الأعداد لازالت إمكانياتنا محدودة. في مطارات حوالين العلمين، يعني النهاردة بقول لك انزل جنوب العديد من الدول المجاورة هتلاقي نفسك بتركب العربية من مطار من المطارات بتسوق ساعتين ونص وثلاثة وأكتر عشان توصل للريزورت بتاعك. احنا عندنا هنا في جزء بس ده عندنا مطار مرسى مطروح، عندنا مطار العلمين، عندنا برج العرب مع التوسعات بتاعته، وعندنا كمان اللي هيحصل فيه رأس الحكمة بعد كده هيكون في مطار تاني. فاحنا الحقيقة التوزيع بتاع المطارات وطرق الوصول إلى المقاصد السياحية بتاعتنا سهلة مش صعبة، عايزينه بس ان احنا يكون عندنا منتج قابل للتسويق نقدر نسوقه لأعداد كبيرة من السائحين. الخطة دي انا متأكد زي ما انا شايفك هيجي لها وقتها بعد اكتمال جزء من الإنشاءات، وساعتها هنقدر نقول العالمين هيبقى وضعها ايه على مدار السنه كلها بالكامل. مستر خليفة فندم، هند مختار، اليوم السابع. انا هنا انا بس كنت عايز اسال حضرتك، هو طبعا يعني مدينه العالمين قدرت في وقت قياسي ان هي تتحول لمدينه سياحيه كبيره جدا، ومهرجان العالمين مع جهود الشركه المتحده قدر ان هو يسلط الضوء اكتر على المدينه. ازاي في ضوء خطه الدوله والحكومه لجذب 30 مليون سائح في 2028 تقدر وزاره السياحه بالتعاون واستغلال قدرات وامكانيات الشركه المتحده اللي هي تروج اكتر لمدن سياحيه كثيره في مصر، خاصه وان احنا عندنا مقومات كثيره جدا تتمتع بها مصر سياحيه؟ شكرا. شكرا على السؤال. خلينا نتكلم على جزئين. الجزء الاولاني هو 30 مليون سائح. 30 مليون سائح، انا عايز اتكلم هنا شويه حاجات فنيه شويه. الرؤيه حاجه وال30 مليون سائح حاجه ثانيه. 30 مليون سائح ده هدف احنا عايزين نوصل له، انما عشان نوصل له في فرضيات. الفرضيات دي مثلا السنه دي لم تتحقق نتيجه للوضع الجيوسياسي وتباطؤ الاستثمار في بناء الغرف الفندقيه. احنا الحاجه الوحيده اللي تفصلنا عن ال30 مليون سائح هو بناء غرف فندقيه، مش حاجة تانية. وإحنا عاملين مبادرتين لسه متوافق عليهم في مجلس الوزراء، وعندنا استعداد للتعاون الكامل مع القطاع الخاص، وسياسة بتاعتنا إن إحنا نشجع القطاع الخاص إلى أقصى درجة، وكل من يهتم بالاستثمار في مصر فهو مرحب به، وحنتعامل معاه كيس باي كيس بحيث إن إحنا نوصل في النهاية إلى الفائدة المشتركة من هذا الاستثمار. ده جزء. الجزء الثاني هو التعاون مع المتحدة. الحقيقة المتحدة احنا في تعاون بيننا وبينهم في مجال تنشيط السياحة، انما انا شايف ان احنا هنتعاون اكتر في حاجات غير مباشرة. يعني انا مع التسويق الغير مباشر واستخدام السوشيال ميديا اكتر من الاعلانات والافلام. انا مع فكرة ان اسوق للمتحف الكبير، إنما ما أقولش المتحف الكبير، أقول ما يقدمه المتحف الكبير لذوي الاحتياجات الخاصة. لأن أنا كده قلت المتحف الكبير وذكرت البنية الأساسية العظيمة اللي موجودة في المتحف الكبير لذوي الاحتياجات الخاصة. لما أجي أتكلم عن السياحة المصرية أتكلم عن الاهتمام الدولة المصرية بالبيئة وليس بناء فندق في محمية فقط. يعني أقصد أقول هناك رسائل عن مصر تخدم السياحة وتخدم توجهات السياحة وثقة السائح في الدولة أكتر من أن أنا أصور فيلم عن الهرم والبحر والغوص وخلافه.
فاحنا محتاجين شويه ان احنا يعني نتعامل مع هذه الامور بشكل مختلف، وان شاء الله تكون النتائج مبشره، وهيبقى في تعاون اكيد مع العالميه مع المتحده في هذا الموضوع. محمد مخلوف، مراسل موقع قناه العربيه في القاهره ورئيس تحرير موقع مصر الان. طبعا في البدايه عاوز اسجل بصفتي مواطن مصري لاول مره يزور مدينه العالمين الجديده ويرى هذا التطوير الغير مسبوق، وعايز اشيد بكلمه حضرتك واضيف لو تسمح لي جزئيه صغيره بس. حضرتك قلت لولا وجود اراده سياسيه ما تحققت. عايز اقول لحضرتك هو بالاضافه الى الرؤيه، يعني لولا وجود اراده سياسيه، لانه قد توجد الرؤيه ولا توجد الاراده، فهناك رؤيه واراده وتحقق الحلم، ونرى الان التطور غير المسبوق في الساحل الشمالي الغربي لمدينه العالمين الجديد. حتى لا اطيل على حضراتكم، سؤالي بخصوص التعاون السياحي، هل سنشهد في الفتره القادمه تعاون مع هيئات كبرى او دوليه في مجال التعاون والترويج السياحي مثل هيئه الترفيه السعوديه؟ زي ايه؟ مثل هيئه الترفيه السعوديه في اطار، انا عارف النهارده مسرحيه. بص طبعا هيئه الترفيه ده حاجات يعني عمرو بيقدر يكلمكم عنها، او تعاون في مجال الفعاليات الفنيه والحاجات دي كلها هو يقدر يتكلم عنه اكتر مني. انا بالنسبه لي الترويج السياحي على فكره انا شايفه حاجه سهله، انا شايفه لو احنا فهمنا ما نقدمه هنروج سياحيا مظبوط. نمره واحد. اثنين، القطاع الخاص المصري بيعمل جزء كبير من الترويج. ما تنساش ان احنا كوزاره احنا مهمتنا مره يعني في بعض الاوقات بنبقى واقفين قدام، وبعض الاوقات بنبقى مع الناس، وبعض الاوقات ورا قدام لما بنيجي نحط استراتيجيات ونزيل عوائق. انما احنا لا ننافس ولا ندعم طرف لصالح الاخر، نقف على مسافه واحده من الكل ونترك الكل يتنافس، وبعدين نرجع لورا نعمل الرقابه ونعمل الجزء الرقابي الخاص بينا كرقابه وكدوله. لازم تبقى عينها على هذا القطاع لمصلحة المواطن. فالترويج بالنسبة لنا واضح، عندنا أكتر من طريقة هنستعمله فيها. السوشيال ميديا هي الأساس في هذا الموضوع، وبعض التكنيكس التانية. يعني عايز أقول لك حاجة، احنا دلوقتي مثلا عندنا متحفين موجودين برا، أو معرضين بنسميهم، مثلا أنا بسميهم دلوقتي متحفين، واحد في الصين وواحد في ألمانيا. لو تشوف الرياكشن اللي اتعمل على المتحفين دول، اظن والدكتور محمد يصلح لي، اول اسبوع اتباع 70,000 تذكره و 250,000 في خلال مش عارف فتره قد ايه، لسه يعني ما فتحناش. ترحيب كبير جدا كان موجود في من الجانب الصيني، ترحيب جدا من الجانب الالماني. فاحنا بنتبنى دلوقتي فكره المتاحف المتنقله، ان احنا هيكون عندنا 4-5 انواع من المتاحف بالقطع اللي موجوده فيها، وهنبتدي ان احنا نعمل هذا العرض موجود خارج مصر لفترات مؤقته طبعا، لان ما نقدرش نحطها لفترات دائمه، وبحيث ان العالم كله يبتدي يشوف على الاقل اللي ما جاش مصر او بيفكر يجي مصر ما تقدمه مصر على الاقل في مجال الاثار المصريه، او يمكن ننوع كمان مع الوقت تبقى اثار مصريه واثار أرصة من حقبات اخرى، اذا كانت الكلمه دي صح، او يعني من ازمنه اخرى، او من صح يا استاذ محمود ايه؟ حقب. طيب حقب، عشان لو زعل مني هتبقى مشكله. دي حاجه ترويجيه مثلا بشكل غير مباشر، مش ضروري اطلع اقول زوروا مصر او حاجه، الوجود ده نفسه هو بيقول حاجه عن مصر. اخيرا عايز اوجه بس رساله شكر وتقدير، اسجل كلمه شكر وتقدير للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه على التناول الاعلامي الاحترافي لمهرجان العالمين، ولإبراز جهود الدولة في مختلف مجالات التطوير للساحل الشمالي الغربي. وعايز أشيد بنقطة هامة جدا وقرار اتخذته الشركة المتحدة في نسختها الثانية، وهو تخصيص 60% من العوائد إلى أهلنا في غزة وفلسطين. شكرا من الأرباح. شكرا جزيلا. شكرا. وهذا قرار عظيم. شكرا. أنا شايف هنا فيها. سيادة الوزير مساء الخير. صبر لبيع من الكيل يابانية. الساحل الأسيوي أصبح دلوقتي من أكبر الأعداد اللي موجودة في أوروبا وموجودة في أمريكا اللاتينية وموجودة في المنطقة. إيه خطة وزارة السياحة عشان جذب المزيد من هذا السائح من اليابان، من الصين، من كوريا؟ وأنا أعتقد أن حضرتك
كان ليك لقاءات مع مختلف المسؤولين في المجال ده، فعايز اعرف ايه الرؤيه المحطوطه لجذب المزيد من السياحين من الشرق. شكرا جزيلا. سؤال مهم جدا. السياحه من الثلاث دول اللي انت بتتكلم عنهم دول لها صفه خاصه جدا، وهي انك انت لا تستطيع ان تخاطب السائح مباشره بكفاءه. يعني تفرق عن اوروبا شويه، اوروبا بتقدر تعمل كامبينز بتستهدف بيهم السائح فبتغير الراي بتاع السائح عشان يجي عندك. في بعض الدول ذات الثقافات الخاصه بيحب دايما يشوف ان التسويق اللي بيتم فيها عن طريق جهه من البلد نفسها، وبيتكلم مع ناس تتكلم لغه البلد نفسها، ولما بناخده او بنوصله عندنا هنا بيكون في حاجات معينه ومتطلبات معينه تتناسب مع هذه الكالتشر او مع هذه الثقافه. فالحقيقه احنا عاملين خطه ان احنا هنعرض مرتين في الصين، رايحين معرضين في الصين عمرو بيه مرتين او ثلاث معارض في الصين، وده هيبقى يعني تواجد كبير. هنعمل رود شوز بحيث انه يبقى موجود المنظمين الرحلات الصينيين مع المصريين. هيتبقى عندنا موضوع رحلات الطيران، الحقيقة في أكتر من وسيلة يجوا مباشر وغير مباشر، وإذا احتاجت العملية أن احنا مع وزارة الطيران أن احنا نتكلم في زيادة عدد الرحلات هنزودها. بس هو أهم حاجة هنا عشان يعني نبقى واقعيين، نخلق الطلب الأول وبعدين نجيب الطيران ينقل الطلب. ما ينفعش نقول للطيران اشتغل وبعدين نبقى نجيب لك الطلب بعدين، فاحنا نخلق الطلب وبعدين الطيران يقدر ينقل هذا الطلب. فالخطة موجودة، هتاخد وقت طويل لأن ليها ظروف خاصة هذه الدول ومسافتها كبيرة برضو في الوصول إلى مصر. فإنما هي طبعا موجودة في الحسبان، وإحنا درسنا كمان فكرة الطريقة اللي يتم بها التسويق عشان يكون تسويق فعال، مش بس بنتكلم وبدون يعني أي عائد على الكلام اللي احنا بنقوله. مساء الخير. مساء الخير سيادة الوزير. ليلى بدران، راديو النيل المتحدة. مصر بلد ممكن تقدر تزور فيها البحر طوال أيام السنة، كل الفصول كل الشهور. هل ممكن نشوف مبادرة الفترة الجاية بتتكلم عن زيارة الشواطئ وزي ما نقول مطاردة الشمس في كل ربوع مصر خلال السنة؟ بصي أنا يعني طبعا هي بطريق غير مباشر احنا بنعمل كده، بس انا اللي عايز اقوله لك انه انا اكتشفت انه في ناس في اوروبا تعرف المواضيع دي اكتر مني. يعني انا مثلا قبل ما انا سمعت عن القصير من صديق ايطالي بيغطس في القصير كل سنه. مصر بلد مهمه سياحيا والناس بتقرا عنها، والتور اوبريتورز ومنظمي الرحلات بيعرضوا المنتج المصري بشكل كبير جدا على الناس. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نظهر بشكل مختلف، نظهر بشكل اكثر ديناميكية، اكثر شبابا، يعبر عن المنظر اللي احنا فيه دلوقتي بالشكل ده، ونبين ان انت هتيجي مصر تستمتع، وننسى بقى فكرة انه الموسيقى والطبلة والحاجات اللي زي كده، الحاجات التراديشنال اللي هي عظيمة جدا ما اقدرش اقول عنها حاجة. بس النهاردة انا محتاج اسيب ايمج مختلف عن ما يحدث في البلد يعبر عن الحقيقة اللي موجودة سنة 2024. امهانو معالي الوزير، منور العالمين ومهرجان العالمين الجديدة، ريهام السهلي رئيس قناة دي ام سي. حضرتك اشرت طبعا للصين، وده يخليني اسال كمان امتى يكون عندنا رؤية شاملة للسياحة متنوعة جدا وفرص واعدة موجودة عندنا، السياحة الدينية، رحلة العائلة المقدسة، مشروع التجلي وغيرها كمان. شكرا يا فندم. عارفة ريهام هانم، انا ده سبب ان احنا الرؤية خليناها الدولة الأولى في العالم من ناحية التنوع السياحي. عارفة ده هيخلينا نعمل إيه؟ هنعمل لكل نمط سياحي من دول مشروع. أنا هطور السياحة البيئية إزاي؟ هنطور السياحة الاستشفائية إزاي؟ هنطور السياحة الدينية إزاي؟ مثلا هنطور مسار العائلة المقدسة إزاي؟ كل الأمور دي لما أجي أحط الهدف ده قدامي كرؤية بعيدة المدى، أنا هأجبر نفسي وأجبر من معي ان نتعامل مع كل نمط سياحي اللي حضرتك بتقوليه ده اسمه نمط سياحي، مع كل نمط سياحي من الانماط ديت على انه مشروع له اهداف قصيره المدى وطويله المدى لازم نشتغل عليه. ده اللي هيوصلنا للي انت عايزه تشوفيه بالظبط ان شاء الله. مساء الخير معالي الوزير، محمد الشريف من وكاله انباء العالم العربي. في ظل تحقيق مصر لايرادات سياحيه قاسيه في النصف الاول من 2024، هل في تقديرات
أو مؤشرات على الرقم النهائي اللي بتطمحوا لوصوله في نهاية العام، سواء من حيث الدخل السياحي أو أعداد السائحين؟ ممكن أدي لك حاجة تقريبية، إنما هي مش لأن المتغيرات بتتم كتير، بنتكلم في حدود 15 مليون. تمام. السؤال الثاني لحضرتك، هل في موعد مقترح لانتهاء خطة تطوير منطقة الأهرامات؟ تطوير إيه؟ منطقة الأهرامات. بص، منطقة الأهرامات مع هرجع تاني للي اتقال، رؤية القيادة السياسية والرؤية والإرادة، التطوير فيها كل مدى عمال يتوسع. احنا اتكلمنا الأول عن المتحف، متحف كل شوية بيتعمل فيه حاجة زيادة لأنه بنلاقي إن فيه حاجات رائعة ممكن تتعمل أكتر. بعدين ابتدينا نتكلم عن المنطقة اللي حوالين المتحف بالشكل الصغير، فطورنا الهرم، وبعدين الإدارة بتاعت الهرم، وعملنا الممشى اللي موجود اللي هيكتمل قريبا إن شاء الله، وبعدين دلوقتي بنبص لتطوير المنطقة بالكامل لحد مطار سفينكس. فأنت حتى أنك تسمع عن تطوير متتالي في المنطقة اللي حوالين الهرم دي لعدة سنوات قادمة. امتى بقى نقف ونخلص المرحلة دي وبعدين نشبك المرحلة اللي وراها والحاجات اللي زي كده؟ أنا بقول لك إن ده تحدي أنا شخصيا بالنسبة لي، لأن كل شوية بتلاقي حاجة فيها نوع من أنواع يعني بتفتح شهيتك إنك أنت تضيف حاجة هنا وتضيف حاجة هنا. فأنا عايز أوصل لمرحلة إن إحنا نقول خلاص، على الأقل في المشاريع الحالية إحنا هنقف هنا، مفيش عمال هتخش في المكان ده ولا هنا ولا هنا، وبعدين نخش على المرحلة الأوسع والأوسع والأوسع. إنما هتسمع تطوير في المنطقة دي كتير قوي سنين اللي جاية. مساء الخير على حضرتك مع الوزير، بنرحب بحضرتك في مدينة العالمين الجديدة، محمود جميل من القناة الأولى. يمكن حضرتك كان ليك لقاء بممثلي المصريين بالخارج، فهل ممكن نشوف خطة مستقبلية لدمج المصريين في الخارج في الخطط السياحية والاستثمارية في المدن الجديدة، وعلى رأسها طبعا مدينة العالمين الجديدة، أو يبقى حتى في تعاون مع الشركة المتحدة بدمج المصريين في النسخة الثالثة إن شاء الله القادمة من مهرجان العالمين الجديدة كخطة سياحية واستثمارية للمصريين بالخارج؟ شكرا. فكرة كويسة قوي. اللقاء مع الاتحاد اللي اتعمل، أو هو اسمه اتحاد، سموه اتحاد للمصريين في الخارج، الايه؟ تحالف المصريين في الخارج. شكرا. التحالف المصريين بالخارج كان مثمر قوي الحقيقة، وهم كانوا التقوا بعد المؤتمر بتاعهم مع معالي وزير الخارجية، وأنا اتشرفت بلقائهم بعد كده وكنت سعيد جدا، ويمكن اتكلمنا في حاجات كتيرة قوي غير السياحة. أنا من النوع اللي بحب أسمع، وأي حاجة كويسة، عارفين اللي بيقول بيشجع اللعبة الحلوة، أي حاجة كويسة قدامي بحب أن أنا أتعلم منها حاجة وأعملها وهكذا. فأنا فاتح الباب على الآخر، أي حد عنده فكرة تفيد البلد، تضيف لمصر، أنا مع القيمة المضافة، إحنا هنشجعها وهنقف جنبها، وحسب إمكانياتنا هنقول إحنا قادرين أو غير قادرين إن إحنا نعمل هذا العمل ولا لا. إن إحنا ندمجهم في مبادرة معينة في الساحل الشمالي، أنا بدعوهم لو هم شايفين إن الموضوع ده فيه إضافة وفيه مقدرة إن هو يشتركوا فيه، أهلا وسهلا بيهم. بكرة أظن ولا بعده هيزوروا أماكن سياحية عندنا، يعني يتعرفوا عليها عشان يقدروا ينقلوها للناس التانية. ناقشنا أفكار كتير للاستفادة من المراكز الثقافية، في بعض المراكز الثقافية مستغلة كويس وفي بعضها مش مستغل، للتسويق للثقافة والهوية المصرية. على فكرة موضوع الهوية المصرية ده انتوا بتسمعوه كتير اليومين دول، صح؟ موضوع الهوية المصرية ده اللي بيتعمل هنا ده جزء من إعادة صياغة هوية مصر. مصر هي مين بالضبط؟ فكروا فيها كده، هتلاقي ان احنا محتاجين اكتر من عالمين فيستيفال او مهرجان للعالمين، واكتر من فاعلية من الفاعليات علشان نبتدي نوصل احنا النهاردة مين بالضبط، ونوصل لشبابنا ونوصل لجميع فئات المجتمع ايه التوجه اللي موجود بدون كلام مكتوب على الورق، يبقى حاجات مرئية الناس بتحس بيها. مساء الخير مع الوزير، محمد يحيى من جريدة الوطن. عايز اسال حضرتك في الاول على هل في خطه ان احنا نعمل حملات ترويج في الصحف ووسائل الاعلام العالميه للترويج لمدينه العالمين، ولا هنكتفي بحملات السوشيال ميديا عشان نستقطب اكبر عدد ممكن من السائحين؟ في اكيد، ومش بس العالمين، لكل المناطق. النهارده اللي بتعمله المتحده
بالرسائل اللي طلعتها سواء كانت باللغة العربية أو بالإنجليزية أو اللي هينزل على السوشيال ميديا، هو ترويج للعالمين والسياحة المصرية بصفة عامة. الترويج الغير مباشر اللي بيحصل في العالمين هو ترويج لمصر، ترويج لأحد يمكن أنتوا شفتوه، أحد المنتجعات السياحية اللي لسه في طور الإنشاء في الساحل الشمالي، ترويج لمصر. كل المجهودات دي هي ترويج للسياحة المصرية بشكل مباشر أو غير مباشر. حضرتك بس لفت نظري في كلام حضرتك، قلت من شوية اللعبة الحلوة، فاللعبة الحلوة خدت دماغي على طول، ليه ما نستغلش مدينة العالمين للسياحة الرياضية؟ نحن في السياحة الوقت الرياضية. الرياضية. كل دول، كل فرق العالم الكبيرة بتطلع تعمل معسكرات في التوقيت اللي احنا فيه ده، اللي هو البيك بتاع العالمين، عشان يستعدوا للموسم الجديد. ما اعتقدش ان هيبقى فيه احسن من الجو دوت، يبقى العالمين مقصد للأندية دي اللي بتبعد عن الحر في الوقت ده، تيجي تعمل معسكرات هنا وترويج، هيبقى كويس جدا بالنسبة لمدينة العالمين. هل في خطة لده؟ فكرة ممتازة جدا، والحقيقة أنا هتكلم مع زميلي معالي وزير الشباب والرياضة، ونبتدي نشوف لأن هو أدرى بمين الفئات أو يعني الفرق أو المنتخبات المستهدفة في هذا المجال. إنما هنا المكان مناسب جدا جدا لمثل هذه الفعاليات والاستضافات. معالي الوزير، شرمدة الدسوقي مراسلة قناة دي ام سي. خليني في البداية أقول لحضرتك إن إحنا سعداء جدا بلقاء حضرتك، وإحنا كمراسلين بنبقى مبسوطين جدا بالنقاش اللي بيدور بيننا وبين كل الوزراء اللي جم على مدار كل الأيام لمهرجان العالمين الجديدة. شكرا. وخلينا كمان نقول إن إحنا حابين التعاون اللي بين كل الوزارات وبين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وبما إني أنا مراسلة فبتعامل مع العمالة اللي موجودة في أكتر من مكان وأبرز من مكان داخل مدينة العالمين، والعمالة اللي موجودة داخل المدينة. خليني أنا لحضرتك رسالتهم وأصغها في شكل سؤال شوية، إنه هم حاسين بالرواج اللي موجود داخل مدينة العالمين تحديدا في فترة المهرجان، وكان دايما تساؤلهم إنه ليه الموضوع دوت ما يبقاش موجود طول أيام السنة، مش فترة الصيف بس أو خلال الشهرين. هل في خطة للوزارة أو تعاون قادم هنشوفه مع الشركة المتحدة بحيث إنه في رواج للسياحة، يبقى في عدد كبير من العمالة في أكتر من مكان، مش بس الأماكن اللي كان موجود فيها الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين؟ شكرا لحضرتك. شكرا. بصي، العالمين لازم تتحول إلى مدينة سياحية، إنما هي مش منتجع سياحي، مدينة فيها أكتيفيتيز، فيها بنوك شغالة، فيها شركات فتحة أماكن، فيها جامعات النهاردة، الاستثمار اللي اتعمل في أكتر من جامعة وبيوت الطلبة وحاجات زي كده كبيرة. لازم نديلها وقت شوية، وفي نفس الوقت تكون اكتملت المباني، ولازم يكون في خطة كبيرة جدا لوضع العالمين، بحيث انها تكون فيها ناس موجودة عايشة 365 يوم في السنة، بالإضافة إلى السياحة اللي بتروح وبترجع زيها زي أماكن كتيرة جدا في العالم. ما أقدرش أقول إن في حاجة مكتوبة قدامي أنا دلوقتي كوزارة سياحة، إنما أنا متأكد إنه الكل هيشتغل على هذا الموضوع، لأن أنا أعرف إن هي دي الرؤية المحطوطة لمدينة العالمين. مساء الخير، إزاي حضرتك؟ ندى سرور، مراسلة إكس نيوز. في البداية بحب أرحب بحضرتك، حضرتك أجريت عدد من اللقاءات لحماية الممتلكات الثقافية والآثار لحماية الممتلكات الثقافية للبلد، فعايزين نعرف الإجراءات التي اتخذت في هذا القرار. بصفة عامة احنا بنميكن كل حاجة ريليتد للآثار بتاعتنا، بحيث ان يكون عندنا نوع من انواع الأرشيف للآثار بتاعتنا بالطريقة الصحيحة، بالطريقة المميكنة، بالمواصفات بتاعتها بالكامل، وليس قطعة وصورتها من الجنب وحاجات زي كده. دي واحد. اثنين، في عندنا لجنة دائمة أو أكتر من لجنة لاسترداد الآثار اللي موجودة خارج مصر وشغالة، وبتسمعوا عن نجاحات من وقت للتاني بيحصل عندنا استرداد للآثار. ثلاثة، من ناحية الآثار وحماية الآثار اللي موجودة عندنا وترميمها، احنا عندنا أكتر من مركز بمواصفات عالية جداً لترميم الآثار والحفاظ عليها، وأنا زرت آخر مرة من أسبوع أو 10 أيام اللي موجود في المتحف الكبير، وكنت شفت قبل كده اللي موجود في المتحف الحضارة، حاجة هائلة جدا تصلح لأن تكون جزء من برامج تدريبية لجامعات كبرى في العالم، تعمل فيها براكتس وتعمل فيها ممارسة لعمليات الترميم والحفاظ على الآثار في البرامج التعليمية بتاعتها. شفت ازاي عندنا الناس حافظوا على المحتويات بتاعت المتحف الكبير
وازاي اتعمل لها ريستوريشن، وازاي تم التعامل معها بمنتهى الحرفية علشان ما تفقدش الأصالة بتاعتها، وفي نفس الوقت نحميها من التآكل أو الاندثار. أنا نسيت حاجة محمد، ماشي كويس؟ أنفع وزير سياحة يعني؟ وزير أثار. فالحقيقة الجزء ده جزء مهم جدا. طبعا احنا عندنا بعثات بتشتغل في مجال الحفائر والترميم والتوثيق كبيرة جدا، وتعاون كبير بيننا وبينهم جدا. ويمكن هنا أحب أذكر إيطاليا، لأن أنا الحقيقة كنت سعيد قوي بزيارة معالي وزير الثقافة الإيطالي والتعاون اللي لقيته ما بين مصر وإيطاليا، وبشكرهم إن هم معنا النهاردة كمان. فيعني الموضوع الآثار بالذات، أنا شفت ناس من برة بتتعامل مع آثارنا بمنتهى المحبة ومنتهى الاحترام، يمكن أكتر من ناس كتير عندنا. وخليني أكون صريح وأكون يعني واضح في هذا الموضوع، أنا شفت من دول أخرى ناس بتتعامل بمنتهى الجدية، منتهى الحب، منتهى الاحترام لأثرنا، وسعيد بيهم وسعيد إن احنا بنتعاون مع بعض في هذا المجال. وأتمنى إن احنا يكون عندنا الثقافة الكبيرة بقى اللي هي على مستوى الشعب كله، نعرف قيمة أثرنا قد إيه وقيمة السائح قد إيه ونحافظ عليه. شكرا جزيلا معالي الوزير، أثقلت على حضرتك، كل الشكر لحضرتك. شكرا.